أمنيات هذا العيد هي أمنيات جرت على لسان واحد أينما حللنا، أمن وأمان ودفع جائحة وباء وآمال بسير عجلة بناء، تلخيص لما يتمناه المواطن في صلاح الدين والتي قد لا تختلف عن أمنيات العراقيين أجمع. أمنياتنا في هذا العيد أن يعم الأمن والأمان في ربوع عراقنا العظيم وتعمير محافظتنا من الدمار اللي حصل بها، ويا ربي يرفع عنا هذا الوباء، وكل عام والشعب العراقي بألف ألف خير. نهني الشعب العراقي والأمة الإسلامية بهذا العيد الفطر المبارك، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والمحبة، وندعو من الله الموفقية. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء أولا، وثانيا أطلب من الحكومة العراقية أن تلتفت إلى محافظتنا اللي عانت ما عانت، وأطلب من الحكومة أيضا الالتفات لهذا الشعب. ومن الأمنيات التي قد تخص محافظة صلاح الدين أكثر من غيرها في عيد هذا العام النظر في حال النازحين ومخيماتهم، وكذلك إعمار ما خربه الإرهاب وبث الحياة فيها من جديد. ونتمنى عودة المهجرين والنازحين، ونتمنى أن كل يعيشون بولفة وينسون كل الخصامات والنعرات اللي حدثت واللي زرعها أعداء العراق. ونتمنى من الحكومة أن تعمر البلاد وما دمره داعش من خراب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير للبلاد ورفع الوباء والبلاء. بين دعوة بدفع بلاء وباء وأمل بحملة إعمار وبناء، تلخصت أمنيات عيد الفطر المبارك هذا العام عند أبناء محافظة صلاح الدين. منها لقناة التغيير الفضائية فراس الحسني.